نفس الوقت سيادة المقدم، شنو اللي وفرته وزارة الداخلية من طرق لحماية الشخص لنفسه بخصوص استخدام التكنولوجيا بصورة عامة؟ زميل المخرج حضر مجموعة من الصور، فيا ريت تشرح لنا عن موضوع الحماية اللي من الممكن انه نقدر نوفرها. استاذ عمر، تعرف حضرتك اليوم طرق الابتزاز كثيرة، اهمها هي الروابط الملغومة. يعني قد تكون اليوم اني استاذ عمر زميلي وصديقي واثق بي ودز لي رابط، شوف هذا المقطع الفلاني او شوف اي موضوع معين، مجرد الولوج الى هذا والدخول على هذا الرابط انت بديت انه تنطي الكي مالتك المفتاح بالدخول الك. اليوم انت على علاقه وثيقه بهذا الشخص او ما تعرفه او من خلال الجروبات اللي موجوده عندنا، اغلب الاشخاص حاليا يا اما جروبات عملي اما جروبات للاطلاع، جروبات تثقيفيه والى اخره. فواحده من هذه طرق الابتزاز هي الروابط الملغومه. الصفحات الوهميه اللي تحدثنا عنها قبل قليل واللي قلنا يعني فيما يخص موضوع، بما انه زميل المخرج عرضها فحتى ارجع للتامين وبعدين ارجع لبقيه الخطوات. اليوم لابد تعرف حضرتك اليوم التطبيقات هذه عالمية، نعم، وشركات وراها وأرباح، ما من الممكن اليوم أنه أنت إذا أريد نقيس بالمفهوم البسيط، اليوم اللي يريد يدخل يسرق البيت يا أما يدخل من الباب يا أما يدخل من الشباك، هذن إن أضعف اثنين موجودات بالبنيان اللي موجود، ما من الممكن أنه يفلش حائط، هذا يحتاج لوقت وراح يثير الآخرين. واللي اشبه لك اياه الدخول من الباب اللي هو الروابط الملغومه والدخول من الشباك اللي هو اللي يصير، يعني التحذير الاول عدم الدخول الى اي رابط غير معروف، هذا واحد. نعم. اثنين، الصفحات الوهميه، ما ادخل الى اي صفحه ما اعرف منو بيها، ما اعرف شنو وضعها. يعني اليوم مثلا من ادخل على الصفحه الفلانيه لبيع الفلان الاشياء الفلانيه، يعني هسه اليوم نعرف بعض الصفحات اللي تروج عن بضاعتها معروفه، المحل الفلاني قد يكون لا على التعيين في منطقة المنصور نبيع الكذا وكذا، هذا معروف. لكن تدخل انت مثلا على صفحات لمثلا خلينا وحده من الرائجه حاليا لمنح القروض، نعم، زين، دز لي البطاقه مالتك، دز لي الرقم، وقعوا هوايه ضحيه، وهوايه راحوا بها ضحيه نتيجه، نعم، انه احنا دخلنا جديد بالبطاقات الالكترونيه والحساب والتوطين الرواتب. ضعف كلمات السر اللي ذكرها الاستاذ، نعم، اللي نسميها طريقه التخمين. يعني اليوم انا استاذ عمر راح اعرف اسمه وقد اعرف تليفونه، اوصل له باي طريقه او باخرى، وتعرف اغلب الناس يا اما يخلي الباسورد على مواليد ابنه او بنته، يلجا للحفظ وهو معتاد على ذكره. تمام، يعني انت اليوم لازم تخلي الباسورد يعني صعب الوصول اليه. نعم. يعني انا يعني ما اقدر لو اطلع الباسورد اللي خاله بالتليفون مالتي، يعني هسه لو اعرضه على الكاميرا ما حد يقدر يحفظه. وهاي الامور انا بالنسبه لي ما اقدر اعول على جهد حكومي انه ينطيها للمواطن. لا هذا مو جهد حكومي، هذا جهد المستخدم. بالضبط، جهد المستخدم. يعني جهد المستخدم اليوم انت اكو وقايه خير من العلاج. نعم. فهذني الاشياء اذا سواها راح نوصل. بديت انه نحكي على التطبيقات، يا ريت عرض الزميل المخرج، تحياتنا للاستاذ حيدر. التطبيقات اللي موجوده حاليا مثل ما قلنا تطبيقات عالميه وعليها ارباح ومعول عليها شركات، ما من الممكن انه تترك الباب مفتوح لمن هب ودب. يعني اخر تحديث صار للفيسبوك انه تامين خاصيه التامين، انه اللي يدخل ما يقدر يشوف تفاصيل صفحتك اللي هي واحده من الاستنتاجات للدخول، مقفله الصفحه، مقفله هاي الصور، هاي موجوده على صفحه قسم التوجيه المعنوي، هاي موجوده على قسم التوجيه المعنوي والعمليات النفسيه وميدانيه. يعني يقدر اليوم المشاهد يتوجه الى قسم التوجيه، يتوجه الى هذه الصفحه، يتوجه الى قسم التوجيه المعنوي والعمليات النفسيه، راح يلقي الخطوات هذه كلها موجوده وموزعيها احنا حتى على الاطفال وحتى على الشباب، واليه تامين الحساب بخطوتين مهمه جدا اليوم انه تامن حسابك بخطوتين. يعني انا قبل فتره تغير احدى الجيميلات، يعني الاشعارات قامت ما اعرف منين تجيني، يعني ما ليش؟ لانه مأمن اكثر من مره، مأمن حسابك، جوجل يدز لك، الشركه نفسها تدز لك الاشعار، ويا ريت يكون على رقم الهاتف. تمام. اكو قضيه اخرى، نعم، اليوم يعني مثلا وصارت ابتزاز لاحدى الفتيات واخذ مجال واسع في التليجرام احدى القنوات، اليوم اني اسوي اعرف التليفون اللي خاص بيك مثلا.